ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، واليوم نختص قناة الرحمة بمفاجأة جديدة، بقصة أثق أنها ستنفتح لها مغاليق القلوب. ضيفنا الليلة كانت مهمته قبل أن يعتنق الإسلام أن يقرأ القرآن، وهو لم يكن مطلوبا إليه أن يقرأ القرآن ليفتح القلب لهدايته، كان مطلوبا إليه أن يقرأ القرآن وأن يحاول أن يتلمس فيه أسباب التعارض أو التناقض. ضيفنا كان ذا طموح كبير، وارتقى به طموحه فصعد السلم شيئا فشيئا. ضيفنا دخل في السلك الكهنوتي منذ نعومة أظفاره، فبدأ مساعد شماس ثم ترقى حتى أصبح شماسا. كان مطلوبا إليه مهام محددة، ولم يأل جهدا في أن يؤدي هذه المهام المحددة. طلب إليه أن يقرأ القرآن وأن يقوم عنه ببحث ضاف، محاولا أن يظهر ما بين آياته وسوره من التعارض والتناقض، فيكون هذا من باب إثبات الشبه التي يمكن أن يستفاد بها في المناظرات. وأبدى الشماس همة كبيرة وأقبل على القرآن قارئا، محاولا أن يوجد آيات أو أن يضع أصبعه على آيات يوهم ظاهرها بالتناقض. وكانت رحلته بادئة ذي بدء مع سورة مريم. بدأ يقرأ السورة، لكن مضت السفن في وجهة أخرى. بدل أن يثبت التناقض، وبدل أن يثبت التعارض، وبدل أن يؤدي المهمة التي طلبت منه، إذا بلغة القرآن وجرس القرآن وإيمانات القرآن تمس نياط قلبه. إن الشماس عندما بدأ ينظر في الآيات بدأ قلبه يتغير، بدأت وجهة القلب تتجه وجهة أخرى. وقبل أن نستبق ونقف عند هذا الحدث المفصلي، نريد أن نعرف من يكون ضيفنا. ضيفنا اسمه السابق جمال أرمانيوس بالضبط، وتظهر صورته في الإطار. جمال أرمانيوس، جمال أرمانيوس زي ما قلنا ارتقت به همته، مساعد شماس ثم شماس، ثم بدأ مستقبله كما هو ظاهر من تطور الطموح والتطلع. بالمناسبة صاحبنا في الإطار صور له، وهذه صورة نادرة له مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله، وهي من الصور التي اختصنا بها من أرشيفه الخاص. كان منظورا جمال أرمانيوس لأن يصبح قسا، أصبح أمامه 4 أشهر. قيل له خلال هذه الأشهر 4، وتصاحبنا في الإطار تباعا بعض صوره في مراحل مختلفة من العمر،
بعد 4 أشهر ستنال دراسات متطورة، وبعد هذه الدراسات يمكن أن تصبح قسا. لكن جمال أرمانيوس وبعد رحلته مع القرآن بالعموم ومع سورة مريم بالخصوص، أمسك بالميكروفون في تجمع كنسي كبير وقال: أيها الإخوة الأحباب، طلبتم إلي مهمة محددة، أن أتلمس ما في القرآن من تعارض، وقد كنت أمينا معكم فبسطت القرآن أمامي وقرأته وطالعت سورة مريم، وأصدقكم القول لم أجد في القرآن أي تعارض. كانت كلمته في الأوساط التي تسمعه تقع وقع الصاعقة. طلب إليك أن تتلمس تعارضا في القرآن بعد بحث ودراسة، وها أنت بعد البحث والدراسة تفاجئ الحضور بأنك قرأت القرآن جيدا وقرأت سورة مريم جيدا، فلم تأنس فيها أي تعارض منطقي أو شكلي. إذن فماذا نصنع؟ كان كلام جمال أرمانيوس مفاجأة لكل من استمع له، لكن كثيرين ممن استمعوا له قالوا إن الوجهة ستمضي بجمال أرمانيوس إلى وجهة أخرى، وإن الشماس السابق بسبيله إلى أن يخطط لذاته مسارا جديدا. يتضح من لهجة كلامه، يتضح من صوته المختنق بالعبرات والدموع، يتضح من لهجته أنه يطرق باب الإسلام. وعندما نقول يطرق باب الإسلام، فهو هنا لم يقرأ القرآن، وربما حدث هذا في البداية، قرأه ليتلمس في أسباب التعارض، لكنه الآن يقرأه بمنطق آخر، بمنطق الظامئ إلى المعرفة، بمنطق الظامئ إلى العقيدة الصحيحة، بمنطق الظامئ إلى التوحيد، بمنطق الظامئ إلى عقيدة لا عوج فيها ولا أمت. إن جمال أرمانيوس عاد إلى رحاب القرآن مرة أخرى وقضى معه ساعات طويلة، وعندما شاء الله عز وجل لجمال أرمانيوس أن يعتنق الإسلام وأن ينطق بالشهادتين، ذهب إلى أمه الحضن الدافئ والصدر الحنون دائما، واعترف بين يديها بكل شيء: يا أمه، طالعت القرآن ووجدت أن الحق مع الإسلام، وأنا اعتنقت الإسلام فعليا. وكانت المفاجأة أن أمه قد قالت له: يا جمال، لقد تأخرت كثيرا، لقد تأخرت كثيرا. نحن بإزاء مفاجأة مركبة، أن الأمة نفسها كانت بسبيلها إلى أن تعتنق الإسلام، وأن الأمة نفسها بغريزة الأمومة كانت تحس أن جمال أرمانيوس ماض على الطريق، كانت تحس أن جمال أرمانيوس سيطرق باب الإسلام يوما، كانت تحس أن جمال أرمانيوس سيصبح صوتا من أصوات الدعوة الإسلامية يوما. غريزة الأمومة كانت تجعل قلبها يميل إلى الاعتقاد بأن ابنها سيعتنق الإسلام. كان بينه وبين أمه علاقة من نوع غريب، كان يستطيع أن يحس بنبض قلبها ووجيبه وهو على بعد 10 كيلومترات، ولا أدل على ذلك من أن أمه قد أوصته بأن يؤدي العمرة لها، وأن يكون أداء العمرة يوم جمعة بعد صلاة الفجر، وامتثل لابن البار لأمه ومضى يؤدي هذه العمرة. وعندما عاد من عمرته وهو في عرض البحر، أتته الرؤيا المنامية ورأى أمه ترحل عن هذا العالم. قال لرفيقه في الرحلة: أحس إحساسا يبلغ حد اليقين أنني عندما أعود إلى مصر
ستكون أمي قد رحلت عن هذه الحياة. وعندما عاد إلى مصر بالفعل وجد أن الأم قد رحلت عن الحياة قبل 4 أيام. لم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة، فعندما فتحوا القبر ليطل عليها إطلالة لابن البار وجد أن صندوق الجثمان كان متجها للقبلة، لا أريد أن أستطرد في هذا الأمر لأنه قد يسبب كثيرا من الكلوم والجروح لضيفنا، لكن معلومات سريعة: جمال أرمانيوس هو ابن محافظة المنيا، ولد بالمنيا في 30/6/1956، انتقل إلى القاهرة 1976، وزي ما قلنا مضت رحلته مساعد شماس ثم شماسا، ثم شاء الله عز وجل له أن ينطق بالشهادتين وأن يتوضأ وضوء المسلمين وأن يصلي إلى قبلتهم، وهكذا أصبح جمال أرمانيوس هو نفسه جمال زكريا. لا أريد في هذه الحلقة بالخصوص أن أفرط في اصطناع الديباجة والمقدمة، وأسلم الخيط إلى ضيفي الذي نستقبله على الرحب والسعة في استوديو قناة الرحمة. معنا الشماس السابق جمال أرمانيوس أو جمال زكريا في اسمه الجديد، أهلا بكم ومرحبا. أهلا بحضرتك يا دكتور. أنرتم قناة الرحمة وسعداء جدا بحضوركم. قصتك طويلة، نعم، مليئة بالمنحنيات والمنعطفات والأشياء المثيرة. ما رأيك أن نبدأ من الطفولة؟ مفيش مانع. طيب، يعني سنعود إلى طفولتك ونبدأ بعد أن نأخذ هذا التقرير الذي يصور جمال أرمانيوس السابق أو جمال زكريا وهو يؤدي الصلاة في مساجد المسلمين. تقرير صغير جدا ثم نعود لحضرتك. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن
شموس هلت وارتسمت فرحتنا. أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحيب بحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. قلنا في صدر الحلقة، حلقتنا اليوم الليلة حلقة شديدة الخصوصية مع شماس سابق جمال أرمانيوس، ترقى في السلك الكهنوتي كما قلنا، كان الميلاد في المنيا، انتقل إلى القاهرة، أصبح مساعد شماس، ثم أصبح شماسا، ثم طلب إليه أن يقرأ القرآن ملتمسا ما فيه من أوجه التعارض، لكنه قرأ القرآن فإذا بالبصلة تتجه بالقلب إلى وجهة أخرى، واعتنق جمال زكريا الإسلام وأصبح صوتا من أقوى أصوات الدعوة الإسلامية، وله مؤلفات وكتب سنتعرض لذكرها إن شاء الله. أستاذ جمال، أنرتم قناة الرحمة، أهلا بكم في الإسلام وأهلا بكم في قناة الرحمة، وأريد لك أن تفتح قلبك للمشاهدين وأن تقص علينا القصة من البداية. نبدأ إذن من جمال أرمانيوس الطفل، كيف تعرف إلى الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة تفضلت وقلت أنا مولود مني، زي أي مسيحي عادي، اتولدت وكان جدي أبو والدتي كان شماس وراح قدس، راح القدس. جدتي أم أبويا كانت راحت القدس برضو، فعيلة متعصبة دينيا يعني. من هذا المنطلق دخلت الكنيسة شماس وأنا سني 8 سنوات، فكان في بعض حاجات أو محطات صغيرة كانت بتمر عليا وتساؤلات يعني. على سبيل المثال الحصر، حصة الدين في المدرسة، بعدين مصطفى ومحمد معايا وصحاب أطفال بنلعب مع بعض وكده، فجأة يعني فرقونا عن بعض، ده راح لحصة الدين الإسلامي وأنا رحت الدين المسيحي، متفرقنا عن بعض يعني. ده برضو كان بيزرع فيها بعض التساؤلات يعني. إنما لما بروح خلاص بينتهي الموضوع يعني. برضو حاجات تانية كانت بتأثر عليا أو بتأثر فيها، في صلاة الجمعة مثلا، زمايلي في المدرسة، زمايلي في بتاع، ماشي مع أبوه ما فرحان، لابس جلابية بيضة، ماسك مصلية فرحان، راح المسجد. إحنا ما بنعملش كده يعني. بروح الكنيسة أغسل وشي وأروح أجاري على الكنيسة وحاجات زي كده. كل ده كان بيخليني ليه إحنا بيفرقونا في حس الدين، وليه ما بقاش صلاة واحدة، وإذا كان رب واحد، إذا كان حاجات زي كده يعني. إنما كان التأثير الأقوى في التعليم يعني، في الكنيسة يعني، لغاية ما تدرجت إلى مساعد شماس وشماس وسلمونا القرآن الكريم اللي كان يطلع بعض الآيات والصور اللي تحتاج أكتر من تفسير، وتفسر تفسير خاطئ وتعلم الأطفال وحاجات زي كده. حاجة تفضلت وقلت التأثير كان سورة مريم. إنما أنا أول ما مسكت القرآن الكريم فتحته بدون ترتيب، جه في نظري سورة الأنعام. سورة الأنعام، نعم، سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصعد في السماء. ما عندكش فكرة الآية دي أثرت فيها تأثير فظيع يعني. مجرد ما قرأتها حفظتها، كان إحساس مختلف يعني، بين أنا عايز أطالع القرآن الكريم وبين خوف، خايف أقرأه، وفي نفس الوقت ليه رغبة ملحة أن أنا أقرأه.
لغاية ما هديت شوية ففتحت المصحف على سورة مريم وقول المسيح إن عبد الله أتاني الكتاب. طيب فين إن عبد الله وباسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين ثلاثة فابتديت أقرأ القرآن الكريم قراءة هادية معتدلة يعني على اعتبار ما يعني إيه حبيبك بلعك الزلط وعدوك منار الغلط. لا سبت كل ده وقرأته بطريقة حيادية جامدة ككتاب عادي وقول رأيي يعني. قرأت القرآن الكريم لمدة شهر كامل كل يوم بيزداد شوقي لقراءة القرآن الكريم وحب لي لدرجة أنا خدته معي الشغل. في الشهر ده قرأت القرآن الكريم ثلاث مرات في البيت. قراءة بمعنى ختم يعني من أول سورة من أول لآخر سورة. نعم قراءة كاملة يعني. كان المسؤول عننا قلت له معلش أنا مش فاضي وكده خلاص لمدة 3 شهور. خلاص عندي قناعة أن القرآن ده حق. ولما سألوني فين الشغل اللي أنت عملته أو اللي أنت كتبته نتيجة قراءاتك وكنت إنسان مجتهد يعني في القراءات أو في أي دور يسند إليا كنت بعمله بإتقان يعني أو بكون بإتقان إلا الموضوع دوت يعني ما حصلش اللي هم عايزينه يعني لغاية ما ابتديت أقرأ بعض الكتب والتفسير عشان أعرف تفسير القرآن الكريم كويس وقرأت أحمد شلبي وقرأت الشيخ محمد غزالي وابن كثير هداية الحرف جوبة اليهود والنصارى مجموعة كتب كبيرة وكتيرة جدا لغاية يعني حضرتك يعني حتى بدايات قراءتك كانت كتبا متخصصة في علم العقيدة نعم ومقارنة الأديان نعم هو أول كتاب قرأته 100 سؤال في الإسلام هادي بيعلم المسلم أو بيعلم الغير مسلم كمان كيفة الصلاة والعبادات وكل حاجة وبعد كده ابتديت أقرأ كتب كثيرة يعني دكتور أحمد شلبي رحمة الله عليه قرأت له 5 كتب أو 4 كتب اللي عملها مقارنة الأديان هداية الحرارة كتبت قريته قريت رحمة الله هندي إزار الحق مجموعة كتب قيمة يعني وكده وبعد كده لما جم طب إيه اللي عملته كده رحت كاتب ورقة صغيرة لم أجد في القرآن ما يعيبه بس يعني كان مطلوب من حضرتك تكتب تقريرا نعم فكتبت التقرير من هذه العبارة المقتضبة 5 كلمات لم أجد في القرآن ما يعيبه نعم طب هنا أنا يعني لازم أتوقف وأعتقد المشاهدين لابد أن يتوقفوا الخطوة اللي حضرتك بتقدم عليها دي خطوة غير معتادة يعني أنت ترفع تقريرا وتقول ليس في القرآن تعرض ثم تمسك الميكروفون على ملأ من الأشهاد وتقول لم أجد في القرآن تعرضا يعني أريدك أن تفتح قلبك لي ألم تحس بالخوف؟ ما أعرفش كان القرآن الكريم يديني قوة ما أعرفش ليه برغم أنه ما كنتش لسه أخذت خطوة أن أنا أشر إسلام أو حتى أن أنا أكون مسلم أنا حبيت قراءة القرآن حبيت القرآن لأن القرآن تجد فيه كل شيء في الحياة وفي الآخرة وفي الممات والتعامل مع الناس التعامل مع البشر التعامل مع الآخر التعامل مع النبات التعامل مع الجماد التعامل مع كل حاجة القرآن الكريم في كل شيء فهو ده اللي يعني خلاني ما فكرش في أي عواقب أو أي خوف يعني أستاذ جمال يعني من خلال مراجعتي لسيرتك الذاتية وتاريخك أحس أن داخلك قرن استشعار يعني شيء كده بيخمن بما سيكون ويصدق حدسك في كثير من الأحيان هل كنت تتوقع
أن تصل إلى هذه المرحلة من الشهرة الإعلامية والصحافة تتكلم؟ يعني يا ريت حتى مع أخواننا في الكنترول يكون معنا عدد من التحقيقات الصحفية كنت أنت محورها، سواء في صحيفة عقيدتي أو في صحيفة الصحوة أو حتى في الصحف الفرنسية. يعني هل كان في ذهنك أن رحلتك ستوضع تحت بؤر الضوء إطلاقا؟ أنا كل كان قبل القرآن الكريم كل رسمي أن أنا أوصل لدرجة كاهن إعدادي أو بعد نفسي لهذا المنصب أو هذا السلك. و يعني كان في كل الأسرة بتشجعني على هذا المشوار يعني. وكان ترابطي مع والدتي برغم بعد المسافات زي ما حضرتك تفضلت، بعد الكيلومترات 240 كيلو تقريبا بين القاهرة والمنيا، إنما كان في زي ما حضرتك قرون استشعار بينه وبينها. لو مرضت أحس إن هي مريضة، والعكس بالعكس، لو أنا تعبت تحس إن أنا مريض برضو أو عيان. واتصل وتعرف وتأكد إن أنا مريض يعني. يعني رحمة الله عليها لما أنا وقعت ودخلت مستشفى اتصل بزوجتي، قالت لها قولي لي جمال في أنه مستشفى، مش جمال ماله أو جمال، يعني هي متأكدة إن أنا في مستشفى. يعني كان في ترابط برغم بعد المسافات، برغم ان انا كنت بنزل كل شهرين ثلاثة أربعة المنيا، انما كان طب يعني مفهوم ان الام كانت تحس انك ستتجه نحو الاسلام، غريزة الامومة المعروفة. لكن هل انت كان داخلك احساس ان والدتك يمكن ان تكون قد سبقتك باعتناق الاسلام؟ ده احساس جالي قبل كده، ويعني اكاد اكون متأكد منه، لأن كانت مثلا من زمان وإحنا أطفال كانت بتفتح البرنامج العام القرآن الكريم الساعة 8 إلى 8 ونص، نص ساعة قرآن كريم. كانت على طول تيجي تقول لك النهاردة السبت عباس عبد الصمد، الحد الشيخ كذا، حافظة مدار الأسبوع مين بيقول مين بيقرأ النهاردة وكده يعني. فهي كانت في حس، وكان بصوم رمضان على فكرة رحمة الله عليها، صوم رمضان وكده. وأنت بقى كابن يعني عندما كنت تأنس أنها تصنع ذلك لم تكن بدافع حتى الفضول تسألها عن حقيقة ما تصنع؟ بقى بسألها تقول لك يا ابني ما ادي لله ولطة للجميع ما فيش مشكلة يعني. أنا بحب الصيام والصيام ده كويس وبنجامل إخواننا المسلمين وكده فيش مشكلة يعني. طب أنت قلت لي شيئا غريبا، يعني احنا عرفنا من السيرة الذاتية ان حضرتك اشهرت الاسلام في دار الافتاء. نعم. وكان ذلك بمحضر فضيلة الشيخ عطية صقر عليه رحمة الله. وريت كده مع اخواننا في الكنترول يكون معانا شهادة اشهار الاسلام بالضبط تظهر امامنا على الشاشة. احساسك وانت تدخل دار الافتاء وتلتقي بالشيخ عطية صقر وتنطق بالشهادتين، اريد ان استعيد معك هذه اللحظات. لا هقولها لك بس استاذن حضرتك نرجع خطوتين ورا. اتفضل. بعد قراءه القران وبعد ما قلت رايي وبعد ما قالوا ان جمال يتجه نحو راي اخر او نحو خطوه اخرى، ابتديت افكر في الاسلام. طيب انا بيت وأسرة وشقة وعربية وحاجات كلها دنيوية، هعمل إيه أسوي إيه؟ لدرجة ما يعني هو برضو ربنا لما يعوز شخص يبعت له برضو ومضة كده، يبعت له إنذار، يبعت له حاجة. أنا قاعد في السيارة بقرأ بسمع سورة مريم ومعايا القرآن بتابع معاها بقرأها بصوت هادي يعني. وجات واحدة ست عايزة لحمة، من كانوا بيوزعوا لحمة الهدي اللي جاي من السعودية. فقالت لي يا ابني أنا عايزك تسمع قصتي، أنا حق من الناس الكتير اللي واقفين دول وعايزة لحمة. فقلت لها شايف الأخ الملان ده هو ده اللي يقدر يديك لحمة وبتاع.
فقالت طب ايه؟ قلت لها لا اتفضل حضرتك وانا يعني قولي له بس هو يدي كده. مشيت وجات تاني فقلت لي انا مصرة تسمع حكايتي. مش تديني لحمة، مصرة تسمع حكايتي. وانت هتقف جنبي. فقلت لها قولي. فقلت يا ابني انا كنت من اغنى عيلتي، اغنى اغنياء المنصورة، كنت مسيحية وحبيت الاسلام وعشرت اسلامي وجيت هنا القاهرة واتجوزت جزمجي. شوف الفارق بقى حضرتك. عيلة غنية، أسرة غنية جدا، تتزوج وتزوج جزمجي. يعني أنا مش بـ مش بـ مش بقلل من الـ إنما الـ 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 الاختلاف الاجتماعي بين أسرة وأسرة أو بين شخص وشخص. فعلى طول كل الجبال اللي كانت قدامي إن أنا خايف أشر إسلامي سنة كاملة، خايف أشر إسلامي عشان كذا أو كذا أو كذا أو كذا. يعني أنت قدام. الآن سنة كاملة تتحسب للاعتبارات، إنك بتاخد وتدي مع نفسك. نعم. إزاي شماس سابق يعتنق الإسلام؟ طب موقف الآخرين، طب موقفك مع نفسك، الأسرة، العيلة، موقف الأسرة. يعني أنت سنة كاملة تدرس القرار. سنة لغاية ما الست دي جت علمتني أو من حيث لا تقصد ادتني ألم. فقلت طب أنا راجل، ممكن أبات في أي حتة، ممكن يحصل يعني. لا طيب، بدأت جماهيرك تتجاوب معك، ومعنا مكالمة من المملكة العربية السعودية. الأخ أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور حسام، أهلا بكم ومرحبا. أحييك الأخ جمال. أهلا وسهلا. حقيقة لا أريد أن أقطع هذا الحديث الشيق، لكن عندي بعض النقاط إذا كان في الإمكان إثارتها. تفضل. أولا لفت نظري في التقرير الذي بثثتموه. نعم. لقطة من لقاء بين الأستاذ جمال والشيخ الشعراوي. نعم. هل يمكن أن يحدثنا عن هذا اللقاء؟ هذه أول نقطة. نعم. النقطة الثانية، عادة هذا زمن الإعلام، هل يشد الأخ جمال يعني المناظرات التي أقامها أحمد ديدات وغيره من الدعاة عن الإسلام والنصرانية؟ النقطة الثالثة، مصر والأزهر، يعني هذا هذه المنارة ما أثارت يوم من الأيام أن يتحدث مع مشايخها أبدا قبل ذلك، قبل أن يسلم؟ شاكرا ومقدرا لكم، جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة الواعية، وأسئلة فعلا هتفتح لنا مجالات جيدة، ومحبوك بدأوا يتجاوبون. معنا مكالمة أخرى من الغردقة، الصديق الدائم للبرنامج الأخ رجب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام، أهلا بكم أخ رجب. السلام عليكم ورحمة الله. يعني أنا أقول لكل ضيف عند حضرتك أنا بقول له أنت أخي، ولكن السلام. الآن يعني أقول أبي بعد أبي. الله. السلام عليكم يا شيخنا أخي الحبيب الأكبر، أو أبي بعد أبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بوصل لحضرتك سلام من الشيخ أيمن صيدح، وهو بيحاول يتصل بحضرتك لم يبدأ ولكن لن يستطيع. نعم. يبلغك السلام والحمد لله على هدايته. أهلا بك وبه، ودائما يعني نسعد بمداخلاتك أخ رجب. شيخنا الدكتور حسام، أنا أبشر حضرتك أن الأخت مروة اللي حصل بها الأمر في بلاد الغرب، فإحنا نعزيها بتهنئة، وهذا يعني شيء جديد، نعزيها بتهنئة أنها يعني فعلوا بها بسبب الحجاب، وبفضل الله اعتنقت أخت الإسلام وارتدت الحجاب الجمعة الماضية. ما شاء الله ما شاء الله، بفضل الله. وهذه بشرى لقناة الرحمة، دائما تبشرنا بهذه البشارات الواعدة الجميلة أخ رجب. جزاكم الله خيرا. يعني بدأ محبوك يكسرون من الشرق والغرب. معنا الأستاذ عطاء عبد العال، الصحفي الكبير بجريدة الأهرام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام. أهلا بيك أستاذ عطاء. أكون بخير الحمد لله. بارك الله فيك، وأنا أحييك، حلقة متميزة، ودائما أنت متألق فعلا، وأنا أحيي الأستاذ جمال في الحقيقة، وأهلا به. شكرا أوي. وفي الحقيقة نورتنا وشرفنا ورفع الله قدرك. يعني ربنا يخليك. أقول لك أنك يعني لا تحزن، أن الله معك وأمثالك كثيرون. أنا أعرف الكثير من بلدياتك، يعني الآن كانوا مثلك ثم أصبحوا الآن من الفقهاء الكبار في الحقيقة، ودرسون الدكتوراه في جامعة الأزهر، وحتى الذين لم يعتنقوا الإسلام، أمثال الدكتور نظمي لوقا في الحقيقة ألف العديد من الكتب التي تنصف الإسلام.
فأنت على حق وعلى صواب، جزاك الله كل خير في الحقيقة يعني. ربنا يخليك. لكن أنا يعني أنت لم يرغمك أحد على اعتناق الإسلام كما يتردد في الغرب يعني. سألني رئيس تحرير واشنطن بوست مرة وأنا في زيارة لواشنطن، قال لي يعني أنكم ترغمون، أنتم المسلمين ترغمون الإخوة المسيحيين لاعتناق الإسلام، فأنت أظهرت الحقيقة الآن، لم يرغمك أحد ولكن جئت بنفسك بعد أن اكتشفت الحقيقة. رئيس تحرير صحيفة الواشنطن بوست قال لحضرتك أنه نحن هنا نجبر الناس على اعتناق الإسلام؟ نعم، سألني هذا السؤال في الحقيقة واتهم، وهو اتهم المسلمين يعني، كان اسمه كودي أعتقد يعني، كان هو مساعد رئيس تحرير الواشنطن بوست، يتهم المسلمين بأنهم يختطفوا فتيات المسيحيات ويرغموهم على الدخول في الإسلام. طب ها نحن نرد عليه ردا ميدانيا. نعم 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 دكتور حسين. نعم نعم. جزاك الله كل خير. جزاك الله خيرا يا استاذ عطاء. لكن أنا كنت أريد أن أعرج على إخواننا الاضطهاد الذي فعلا يقع على إخواننا في الصين، في الحقيقة مشاهد مؤلمة جدا يعني. فأرجو أن تبناها لكن في النهاية المسلمين في الصين انتصروا يعني، تاريخهم رهيب جدا يعني. لو قلت لحضرتك يعني مثلا في زمن أسرة المانشو تعرضوا لمذابح واستطاعوا أن يقتلوا منهم نحو مليون مليون شخص في الحقيقة. الشيوعيين قتلوا منهم مئات الألاف يعني. عندما آخر حاجة يعني بعد الثورة الثقافية في الصين، عندما اعتدى شرطية على امرأة مسلمة، قام المسلمون هناك بقتل الشرطية ومن معه، فقاموا هم بذبح مئات الآلاف. وعندما أرادوا أن يصلوا صلاة عيد الأضحى في أحد المساجد وكان ذلك ممنوعا طبقا لتعليم الثورة الثقافية في الصين، قتلوا منهم 75,000. لكن يبدو أن المسلمين يتقدمون يعني وانتصرون وتقدمون، وكان ذلك فتحة خير، انتشروا بعد اضطهادهم في هذه الأماكن، انتشروا في أماكن أخرى في الصين، بدأوا يدعون إلى الإسلام، فانتشر الإسلام في جميع عموم الصين. طيب هل أستأذنك يا أستاذ عطا أن تحل ضيفا علينا في حلقة لنغطي ملف المسلمين في الصين، لأننا فعلا لم نتعرض إطلاقا لهذا الملف؟ والله هذا شرف عظيم تمنحه لي. خلاص إذن يعني وعد أمام المشاهدين أن الصحفي الكبير الأستاذ عطا عبد العال سيصاحبنا في مناقشة ملف المسلمين في الصين. شكرا أستاذ عطا على مداخلاتك التي تسري الحلقة دائما، ويعني محبوك يتقاطرون من كل حدب وصوب. معنا مكالمة هاتفية أخرى من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام. أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب. أنا سعيد جدا بحضرتك وبرنامجك الجميل المبارك الطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى يكون في موازين حسناتك. آمين يا رب آمين. وأرحب أخي الحبيب الأستاذ جمال، وأقول لك وأقول له أهلا بك أخا وأبا وصديقا عزيزا، ونحن الحقيقة في سعادة ما بعدها سعادة. ربنا يخليك. من الله عليك بالإسلام وهداك إلى طريق الحق. أخي الحبيب أرجو أن تنقل إحساسك وشعورك ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام إلى إخوانك، لعل الله يهدي بك الكثير ويكون هذا في موازين حسناتك أيضا. ربنا يخليك. أهلا بك يا أخي. ربنا يخليك. يعني نحن في سعادة غامرة بإسلامك. عندما يهتدي أخ لنا الحقيقة نشعر بأن يعني عندما ربنا ينجيه من العذاب وينجيه ويدخله إلى دين الإسلام دين الحق نفرح به. وأرجو أن تنقل هذا الإحساس والشعور الجميل. وأرجو أيضا يعني في هذا البرنامج الطيب مع الدكتور حسام تدعو إخوانك من الملل الأخرى سواء النصارى أو اليهودية أو البوذاء وغير ذلك، وتنقل لهم هذا الشعور، لعل الله يهدي به من بك من يشاء. وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. عيد حضرتك جدا جدا جدا. جزاكم الله خيرا. سعداء بهذه المداخلة. يعني أستاذ جمال توقعت أن تكون المداخلات بهذه الكثافة لأن الحلقة هذه المرة حلقة خاصة. طيب يعني قبل أن تستطرد في ذكرياتك، هو الأخ أبو عبد الله استفسر من حضرتك إيه مضمون الحوار اللي دار بينك وبين فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. وسألك هل اطلعت على مناظرات أحمد ديدات، وأنا أعرف أنك قارئ جيد لمؤلفات أحمد ديدات، ويسألك عن دور الأزهر. نمسكهم كده حاجة حاجة. تفضل. حاجة حاجة. فضيلة الشيخ رحمة الله عليه العلامة محمد متولي الشعراوي، أنا رحت أنا شغال في أحد الصحف يعني
رحنا نغطي مؤتمر كان بيتقال. فأنا كنت بسأله، كنت لسه داخل الإسلام الجديد يعني. فسألته بعض النقاط. الراجل ما بخلش عليا بالإجابة. ويعني قال لي حتى دلوقتي لو عايز تنكر إسلامك لغاية ما تبقى قوي يصلب عودة مفيش مشكلة، المسلمين الأوائل عملوا كده. وكان كلامه زي البلسم على قلبي. إنما يعني فضل الله الحمد لله، حسيت فعلا أن كلامه ترياق وبلسم ودواء للقلب. نعم بسم الله ما شاء الله، يعني رحمة الله عليه. كان يعني حضرتك شفت الصورة. أنا قاعد ومنحني بسمع له، وهو كان مجموعة ناس كتير على فكرة يعني. نعم. حتى في إيد باينة وكده، كان مجموعة ناس، بس هو الراجل اختصني لما عرف أن أنا مسلم حديث أو جديد أو دخلت الإسلام جديد. فالراجل يعني نصحني بكذا نصيحة غالية يعني. جميل. طيب يعني احنا وصلنا ان حضرتك ظللت سنة كاملة تدرس القرار. نعم. نعم. ثم اختمر القرار ونطقت بالشهادتين. نعم. علاقتك بالوالدة قبل الإسلام وبعده؟ قبل الإسلام كانت على خير ما يكون. وبعد الإسلام كانت على خير ما يكون. ما يكون. حضرتك بعد ما نطقت الشهادة ذهبت تاني يوم بعد ما الست دي خدت لحمة ومشي، وصليت صلاة العصر على فكرة. أنا كنت في سنة كانت كاملة. أول صلاة تصليها صلاة عصر؟ لا، صلاة عصر مع يعني بعض الزملاء أو بعض الناس اللي يعرفوني أصلي أمامهم، صلاة جماعية يعني. إنما أنا كنت بصلي لوحدي بعيد. كنت بضع بلاستر على الصربان وأروح أصلي. وكنت حريص جدا اصلي قبل ما اروح صلاه العشاء في احدى المساجد واروح يعني. انما دي كانت عندي جرأة ان انا قدام صحفي ومصور والناس دي واخش المسجد واصلي. دي كانت جرأة، لان خدت قرار ان انا لازم الصبح ان شاء الله باذن الله ساذهب الى الازهر وهاشر اسلامي. طيب لما ذهبت الى دار الافتاء ودخلت والتقيت الشيخ عطية صقر عليه رحمة الله، رحمة الله عليه، يعني أريدك أن تخبرني مضمون الحوار الذي دار معك. لأنه دي لحظة النطق بالشهادتين، ودي لحظة ليست سهلة. أجمل اللحظات في حياتي. حضرتك أنا قاعد قدامه وبقول له أنا كان معي أجندة صمرة كده، كنت كاتب في حاجات كتير جدا يعني. فقلت له تحب أراها لك ولا تطلع عليها الأول؟ أنا هنا. يعني إيه المكتوب في الأجندة؟ حاجات من أي نوع؟ من يعني تناقضات الكتاب المقدس، حاجات أنا تساؤلات في الكلام ده. فلا سمعني، فقعدت أسمع له. وفي الأخير خالص قلت له كل مولود من روح فهو روح، ومولود من جسد فهو جسد، ولا يمكن للمخلوق أن يلد الخالق. قال لي الله عفارم عليك يا ولدي، إحنا نختم كده. طب من أين أتيت بهذه العبارات؟ هي العبارة الأولية في إنجيل يوحنا، كل مولود من روح فهو روح، ومولود من جسد فهو جسد فقط. أنا زودت عليها الجملة الأخيرة، وأنا بسأل تحديدا عن الجملة الأخيرة. لا يمكن لمخلوق أن يلد الخالق، لا يمكن لمخلوق أن يلد الخالق سبحانه وتعالى. يعني كيف بالعقل أو يتخيل العقل أن الله بذاته ليس كمثله شيء يخش في بطن مريم ودم وبول وبراز، يعني حاشا لا أن يفعل ذلك. فقال لي بس نختم كده يا أستاذ إبراهيم، طلع إشهار الإسلام للأستاذ جمال. فقال له ده أول مرة يجي. قال له وأنا آخر مرة أعمل واحد زي كده، لأنه قليل قوي اللي يجي لي عنده الثقافة وعنده الفهم والوعي دوت. يعني هو حس ان حضرتك فعلا يعني اتخذت القرار عن فهم، عن نظرة ثاقبة، وعن فقه، وعن علم. هو قال لي جملتين جمال جدا. قال لي بص اقول لك حاجة، هتمشي من هنا. انا بالمناسبة نشكر اخواننا في الكنترول، تصاحبنا صورة شهادة اشهار الاسلام. تفضل. انا
لو عملت لك حاجة، أنا كشيخ عطية صقر عملت لك حاجة، ما تكرهش الإسلام. العيب فيه أنا مش في الإسلام. أنت لجأت الإسلام، هتلاقي ناس مسلمين يضطهدوك، هتلاقي ناس مسلمين مش مصدقينك، هتلاقي مسلمين مش واقفين جنبك، هتلاقي. إنما أنت إلجأ الله، مالكش دعوة بحد. يعني هو ابتداء بصرك بالصعوبات التي الله. ستظهر في الطريق. سبحان الله، كل كلمة قالها لقيتها. سبحان الله. أنا رجعت شغلي، بالمناسبة أنا كنت عايز أسمي نفسي محمد سيد أحمد. محمد سيد أحمد. نعم. فالراجل بيكتب، أنا أقسم لك بالله وأنا صادق، أول ما قال له روح أعمل له شهادة الإشهار أنا ما حسيتش بنفسي، فرحان، عايز أعيط، عايز أرقص، عايز أجري، عايز ما أعرفش، مجموعة أحاسيس جوايا مش عارف. فقعدت قدامه، هو بيقول لي هكتب إيه؟ أفتكر بيقول لي اسمك إيه؟ فكتب، قلت له جمال، راح كاتب جمال. زكريا، راح كاتب زكريا. أرمنوس، راح كاتب ألف ووقف، قال لي ما أقدرش أكتب أرمنوس، يعني لازم تختار اسم يكون بديل. ميال. فقلت له اسم حضرتك إيه؟ قال لي إبراهيم. قلت له اكتب إبراهيم. فأصبح الاسم جمال، جمال زكريا إبراهيم. عدت إلى عملي، والإشهار موجود، بس مش ده بقى الإشهار اللي هو بتاع اللي هو طلب تحويل القيد أو شيء من هذا القبيل، لا، إشهار الإسلام الأزهر الشريف. دي بداية ورقة يعني. بناء عليها يتحدد بقى خطوات تانية. نعم. خطوات منتهى الصعوبة برضو. مش سهلة يعني. فذهبت بالصورة بالإشهار الإسلام بتاع الأزهر الشريف، وعلى الملأ لكل الزملاء قلت لهم يا جماعة أنا اليوم أشرت إسلامي. اللي عايز يتعامل معايا من هذا المنطلق أهلا وسهلا بيه، مش عايز خلاص. المسلمين نفسهم مش مصدقين، ما كانوش مصدقين خالص. طيب سنعود إلى هذه النقطة بعد أن نتلقى هذه المكالمة الهاتفية من أحد محبيك، الأخ سيد من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم ومرحبا. أنا سعيد بصراحة إن أنا أخش على الهوى وأقول يعني إن هو حضرته يعني واجهة مشرفة جدا للإسلام. ربنا يخليك. كنت عايز أسأله سؤال واحد بس، إيه بداية الطريق للإسلام؟ كان إيه هو أول بداية طريقه للإسلام؟ نعم. وأرجو منكم الدعاء، وربنا يبارك في هذه القناة يا رب. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. هو بيطرح سؤال برضو يعيدنا إلى نفس السؤال الأصلي، القرآن الكريم، بداية الطريق إلى الإسلام، القرآن. وده يعني خليني أذكر المشاهدين بشيء مهم، أن حضرتك من الأشياء المآثر الطيبة أن حضرتك سجلت تجربتك في كتب. نعم. وريت مع أخواننا في الكنترول كده نعرض نماذج من كتب الأخ جمال زكريا. كان لك كتاب مشهور اسمه لماذا اخترت الإسلام، ده بداية حياتي يعني، ورجعت كتبت هذا الكتاب، يظهر غلاف الكتاب أمامنا على الشاشة، ورجعت كتبت نفس الكتاب باللغة الإنجليزية. نعم، ترجمته للغة الإنجليزية. ترجمة وده كان لي قصة هقولها لحضرتك بعدين. ترجمة إلى اللغة الإنجليزية. نعم. وكتبت كتاب آخر يسجل تجربتك بقى الفكرية، وسميته وما قتلوه يقينا. نعم. ده غير أنا أعرف أنك تعد لبعض الكتب الآن. نعم. فده يردنا إلى سؤال الأخ، بداية الطريق إلى الإسلام، القرآن. زي ما أقول لحضرتك، عايز الحياة القرآن، عايز زواج، تربية الأطفال، حياتك كلها القرآن. عايز الآخرة القرآن. عايز علاج من الأمراض القرآن. كل القرآن ما سابش أي حاجة إلا ما قالها. لم يترك شيئا لم يتعرض له. نعم. طيب أنا يعني أعرف، يعني أنا متحاشي أتكلم في المسألة دي لأنها بتستثير الناحية العاطفية، بحس في ألم، في وجع، لكن برضو يعني مسألة إحساسك أن والدتك قد انتقلت إلى الرفيق الأعلى. نعم. وبعدين إصرارك أن تدخل وأن تنظر إلى قبرها فتفاجأ أنه صندوق الجثمان. نعم. متجه نحو القبلة. يعني المسألة دي أريدك أن تحدثني عنها ونحن في ذيل هذا الجزء. نعم. الأول. نعم. هو بس حضرتك قبلها أحكي لك بس الخطوة. فضل. قبل فضل. الأخ ما أكلم خطوة، الناس كلها مش مصدقاني، فقعدت لوحدي كده أفكر، طيب أنا صحيح خدت خطوة صعبة
وخدت خطوة الناس مش مصدقة. طب عايز أعمل خطوة فعلا تكون في منتهى القوة ومنتهى يعني على نفس الوزن. فبفضل الله كان العصر باقي له ربع ساعة أو 10 دقايق، دخلت الحمام وبعدين توضيت وقفت في المسجد بتاع الشغل. فجي الأخ اللي بيأذن يعني عادة تاني يعني، قلت له بعد إذنك أنا أذن. قال لي إزاي؟ قلت له أنا أذن. هتعرف؟ قلت له إن شاء الله. فما كانش مصدق. أذنت بفضل الله الحمد لله رب العالمين. وبعد الأذان أصروا الزملاء إن أنا أصلي بهم العصر. تقوم؟ نعم. أمتهم بصلاة العصر، وكان فرح ممزوج بدموع، وكان إحساس في منتهى الروعة. الحمد لله رب العالمين. من هنا الناس ابتدت فعلا تصدق أو تقتنع إن أنا الحمد لله بفضل الله أشرت إسلامي. ناس تسأل طب كل ده إزاي؟ حفظت الأذان إزاي؟ صليت إزاي؟ أمتنا إزاي؟ كل الكلام ده كله تقول ده نتاج 3-4 سنين فاتوا، دراسة وقراءة وحاجات زي كده فضل الله. النقطة الثانية اللي حضرتك يعني متشوق أنك تعرفها، ذهبت إلى ألمانيا وقابلت أمي، بص إيديها وحضنتها وبستها، وقلت لها أمي أنا أشرت إسلامي. برغم كل اللي أنا كنت عارفه عنها، ومولها الإسلام والمسلمين وبتحب المسلمين وتحب وتصوم رمضان والكلام ده كله، ما كنتش متخيل رد فعلها الجميل ده. إن هي اختصرت كل المواضيع كلها في جملتين أو كلمتين. متأخر قوي يا جمال، متأخر قوي يا جمال. يعني ايه؟ مش مستغربة القرار خالص، لكن استغربت ان تأخر القرار اطلاقا. وده اللي خلاني يعني ابوس ايديها وعيط. معقول يا امي انت تقولي كده؟ ده انا كنت متوقع. طب ليه؟ قالت لي بص اقول لك حاجة، كل ما لقيك تتعمق في الدين الاخر وتقرأ جيدا وتبحث جيدا اقول خلاص هيسلم. مش بقى خلاص هيوصل لمرحلة كذا أو كذا أو كذا، لا هيسلم. طب أستاذ جمال، بقي أمامنا دقيقة واحدة من الجزء الأول. طبعا إن شاء الله أستاذن الإخوة أن يكون لنا مع الأستاذ جمال، لأن واضح أن في جعبته الكثير، والحلقة القادمة إن شاء الله ستكون تتم لهذه الحلقة جزء ثاني. أستاذ جمال، يعني أنت كنت تريد أن تعلق على بعض دعاوى القس زكريا بطرس فيما أثاره أتمنى من شبه ضد الإسلام. نعم. وأنت كنت مصرا أن تتولى بنفسك مهمة التعليق. نعم. فأستأذنك أن يحدث هذا في الحلقة القادمة. أو أوعد حضرتك ومن هنا ومن دلوقتي أنا بدعو يا جناب القمص زكريا بطرس، بترجى حضرتك أن أنا الشخص الضعيف سنكون أو نكون مناظرة أو تكون مناظرة بيني وبينك على الهواء مباشرة. وكما تدعي أن بتقول في بعض كتاباتك أو أقوالك في التلفزيون الحياة أحباء المسلمين، وأنا هقول لك أحباء المسلمين وبرضو أحباء النصارى يكونوا شاهدين بيني وبينك وعلى الهواء مباشرة وفي أي مكان أنت عايزه، مناظرة بين دستوري ودستورك، دستور القرآن الكريم ودستورك الكتاب المقدس. طيب إذن وأتمنى أن يستجيب. يعني بغض النظر عن استجابته أو عدم استجابته، إحنا سنثير معك أو سنواصل معك الرحلة الفكرية وتفنيد الشبه، ونواصل معك ماذا بعد أن اعتنق جمال زكريا الإسلام. وأيضا ستكون هناك مفاجأة في الحلقة القادمة، الأذان بصوت أخونا الأخ جمال زكريا. نستأذنكم إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة في الأسبوع القادم، تتمة الرحلة مع الشماس السابق جمال أرمانيوس أو المهتدي جمال زكريا. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم،
أحبكم في الله على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا على خير نلتقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة. باب إثبات الشبه التي يمكن أن يستفاد بها في المناظرات. وأبدى الشماس همة كبيرة وأقبل على القرآن قارئا محاولا أن يوجد آيات أو أن يضع أصبعه على آيات يوهم ظاهرها بالتناقض. وكانت رحلته بادئ ذي بدء مع سورة مريم، بدأ يقرأ السورة لكن مضت السفن في وجهة أخرى، بدل أن يثبت التناقض وبدل أن يثبت التعارض وبدل أن يؤدي المهمة التي طلبت منه، إذا بلغة القرآن وجرس القرآن وإيمانات القرآن تمس نياط قلبه. إن الشماس عندما بدأ ينظر في الآيات بدأ قلبه يتغير، بدأت وجهة القلب تتجه وجهة أخرى. وقبل أن نستبق ونقف عند هذا الحدث المفصلي، نريد أن نعرف من يكون ضيفنا. ضيفنا اسمه السابق. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا. واليوم نختص قناة الرحمة بمفاجأة جديدة، بقصة أثق أنها ستنفتح لها مغاليق القلوب. صوص أمسك بالميكروفون في تجمع كنسي كبير وقال: أيها الإخوة الأحباب، طلبتم إلي مهمة محددة، أن أتلمس ما في القرآن من تعارض، وقد كنت أمينا معكم فبسطت القرآن أمامي وقرأته وطالعت سورة مريم، وأصدقكم القول لم أجد في القرآن أي تعارض. كانت كلمته في الأوساط التي تسمعه تقع وقع الصاعقة. طلب إليك أن تتلمس تعارضا في القرآن بعد بحث ودراسة، وها أنت بعد البحث والدراسة تفاجئ الحضور بأنك قرأت القرآن جيدا وقرأت سورة مريم جيدا، فلم تأنس فيها أي تعارض منطقي أو شكلي. إذن فماذا نصنع؟ كان كلام جمال أرمانيوس مفاجأة لكل من استمع له، لكن كثيرين ممن استمعوا له قالوا إن الوجهة ستمضي بجمال أرمانيوس إلى وجهة أخرى. وإن ضيفنا الليلة كانت مهمته قبل أن يعتنق الإسلام أن يقرأ القرآن، وهو لم يكن مطلوبا إليه أن يقرأ القرآن ليفتح القلب لهدايته، كان مطلوبا إليه أن يقرأ القرآن وأن يحاول أن يتلمس فيه أسباب التعارض أو التناقض. ضيفنا كان ذا طموح كبير وارتقى به طموحه فصعد السلم شيئا فشيئا. ضيفنا دخل
في السلك الكهنوتي منذ نعومة أظفاره، فبدأ مساعد شماس ثم ترقى حتى أصبح شماسا، كان مطلوبا إليه مهام محددة ولم يأل جهدا في أن يؤدي هذه المهام المحددة. طلب إليه أن يقرأ القرآن وأن يقوم عنه ببحث ضاف، محاولا أن يظهر ما بين آياته وسوره من التعارض والتناقض، فيكون هذا من جمال أرمانيوس بالضبط، وتظهر صورته في الإطار. جمال أرمانيوس، جمال أرمانيوس زي ما قلنا ارتقت به همته، مساعد شماس ثم شماس، ثم بدأ مستقبله كما هو ظاهر من تطور الطموح والتطلع. بالمناسبة صاحبنا في الإطار صور له، وهذه صورة نادرة له مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله، وهي من الصور التي اختصنا بها من أرشيفه الخاص. كان منظورا جمال أرمانيوس لأن يصبح قسا، أصبح أمامه 4 أشهر، قيل له خلال هذه الأشهر 4، وتصاحبنا في الإطار تباعا بعض صوره في مراحل مختلفة من العمر، بعد 4 أشهر ستنال دراسات متطورة، وبعد هذه الدراسات يمكن أن تصبح قسا. لكن جمال أرمانيوس وبعد رحلته مع القرآن بالعموم ومع سورة مريم بالخصوص